السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم. نتمنى دائما انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال، ومرحبا بكم في فيديو جديد في القناه. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا معايا غادي نشوفوا واحد الطريقه ديال واحد الرشمه، والطريقه ديال الرشم والطريقه ديال التنبات. واحد الرشمه اللي زوينه هكا كتجي في الشكل ديال العبايه، غنخلي لكم الشكل ديالها هنايا كيفاش كتجي. قبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم البنات، ما تنساوش تابوناو في القناه وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد، وتبارطاجيو الفيديوهات مع البنات اللي مهتمات بالخياطه باش كذلك حتى هما كيستافدوا. وغادي نذكركم بالدوره التكوينيه في خياطه الراندا اللي بغات تسجل، مرحبا بها. غنخلي لكم النمره لمده ديال 3 شهور، غادي نتعلموا فيها الاساسيات ديال خياطه الراندا، نجاوبكم على جميع التساؤلات ديالكم، غنشوف لكم التطبيقات ديالكم. المهم غادي تعلمي تخدمي البياسه ديالك بوحدك، تخدمي راسك، تخدمي الناس، علاش لا؟ لان دابا كتشوفوا ان الوقت صعبت وكلشي ولا غالي، ضروري انك كتحتاجي مصروف يكون عندك هكا في جيبك، غير فلوس انهم يكونوا عندك ضروري في جيبك، تصوفي راسك، تعلمي الراندا مده ديال 3 شهور ان شاء الله غادي تعلمي تخدمي البياسه ديالك بوحدك بلا ما تحتاجي لشي حد. حيت هكا واخا اليوتيوب ضروري كتحتاجي ان شي معلمه هكا تصحح لك الاخطاء، كتكوني دايره خطا ما عارفاهش فينا هو، ضروري كتحتاجي. المهم اللي بغات تسجل مرحبا بها، غنخلي لكم النمره، راه الثمن جد جد مناسب. بالنسبه لهاد الرشمه ديال اليوم هانتوما كتجي هكا على شكل مثلثات، انايا خدمت هذه راه عبايه البنات، غنخلي لكم الشكل ديالها كيفاش كتجي. انا خدمت واحد لكم هانتوما، خدمت لكم من الاول كتجي هكا في لكم. انا غنخلي لكم التصويره ديالها كيفاش كتجي ملي كتسالي الشكل ديالها هكا. هذه الرشمه البنات هانتوما اللي بغات تسكرينيها، هذه الرشمه، وكنجيبو بابي كاربون اللي هو هذا. انا غنوريكم في الكم الاخر حيت هي فيها الطرزات اولا الرشيمات، غير في الكميمات غير في الكتاف. هذا الكم الاخر هانتوما كتحطوا الكم ديالكم كتسرحوه. انا راه رشمه الجهه الاخرى، شفتوا نشوف واش كتبان ليكم. هانتوما هذه رانا صايبها هاد الجهه لا باش نشاركها معاكم، غنقادها هانتوما البنات. انا طريقه الرسم راه فايسه مشاركه معكم، ولكن بزاف الاخوات كيدخلوا عندي كيقولوا لي راه ما عرفناش فينا هي الطريقه، لان تحت لكم الرابط ما كيعرفوش البنات يدخلوا لي. هنايا كتجيبون مباشره مع الجهه الاخرى، غادي نحط هنايا البابي كربون، وغادي نجيب الرسمه ديالي نحطها هكا من الفوق، وغادي نحاول ان هاد المثلثات هادو تجي وحده مقابله مع الاخرى، ما تجيش وحده دايره هكا وحده داخله الفوق وحده خارجه لتحت، لا يجيو مقابلين مع بعضياتهم. شفتوا هانتوما الجهه الاخرى راني راشمها كما قلت لكم، راه ما كتبانش مزيان، غادي نحاول نقادهم باش يجيو هكا مقابلين مع بعضياتهم. صافي، وكنجيبو ستيلو كنحاولوا نثبتوا الرشمه هكا. البنات المبتدئات شدوها بالفنيت، شدوه بالفنيت الثوب مع الورقه، مع هاد الورق، وعاده باش بداو كتراسيو هكا. وراه بالانسخ انا عفوا ماشي الانسخ، البابي كربون كيطبع لكم الرشمه لتحت في الثوب، كديروا بيض اولا صفر. شفتوا ها هي الطبعات، كديروا بابي كربون بيض ولا صفر باش تبان لكم الرشمه ديالكم. صافي غادي نكمل بحال هكا البنات، نرسمها كامله ونرجع معكم باش نشوفوا الطريقه ديال التنبات. صافي البنات، هنايا من بعد ما هانتوما الرشمه ديالتي درتها بابي كربون في الكم كامل، هنا راه كتجي من دوره العنق. غادي نجيب دابا نصايبها في المرمى. صافي هنايا من بعد ما ثبتها هكا كما كتشوفوا في المرمى، غادي نحتاج هنايا الابره ديال العقيق المهرس. غنحتاج اولا العقيق المهرس هو هذا هانتوما ديال الماتسونو، اللي كيكون ما كيتقشر ما حتى شي حاجه، وكيكون عنده نفس الحجم. ها هي الساشيه ديالو هانتوما مكتوبه فيها الماتسونو، يعني كيكون عنده نفس الحجم وكيكون ما كيتقشرش، يعني مزيان. وغنحتاج البره ديال العقيق اللي غادي تدخل لنا العقيق المهرس، والخيط هذا خيط ديال الخياطه. صافي، وغادي نبدا الرشمه ديالي. الرسمه البنات راه ساهله شويه، هنايا غير المبتدئات غادي تجيهم صعيبه في هاد المثلثات، الراس ديال المثلث كيكون شويه صعيب. غادي نبداو هنايا، غادي نعمروا اربعه ديال العقيقات، نقرب لكم انتم ملي كديروا اربعه العقيقات باش كتعرفي الحجم فين غادي تدخلي البره، كتدخلي العقيقات هكا وكتشوفي فين جاتك البلاصه كتدخلي فيها البره. شفتوا
كتشوفي العقيقه شحال شدو ديال البلاصه، وعاد باش كتدخلي بره باش كتجيبيها هي هذيك، ما كيجيوش مزاحمين وما كيجيوش مرخيين. غادي نجي هنايا لحدا الراس ديال المثلث، غنهبط شويه وعاد دخلت البره، وغادي نجيب تاني هنايا 4 ديال العقيقات، وغادي نجي تاني نفس الشيء باش كتعرفوا المسافه ديال العقيقات. كتحطوهم هكا كدفعيها هكا صافي، كتعرفي البلاصه فين وصلات، كتدخلي البره، كتعرفي البلاصه فين شحال شد لك ديال العقيقه، عاده باش كتدخلي البره. حيت الا جيتي تدخلي نيشان وانتي مبتدئه اكيد غادي تجيبيهم مزاحمين اولا. غنجي تاني غنهبط شويه، نتمنى يكون كيبان ليكم، حيت مع الحمر مخدوم بالحمر، ماشي حمر هذا قرونه، والعقيق حتى هو قرونه صافي ما كيبقاش يبان. هانتوما غادي نجي تاني 4 ديال العقيقات، كتدفعوهم بحال هكا هكا بالبره، وكتحط الخيط في التحت، كتعرفي فين جاتك فين غادي تخرجي البره صافي كتدخليها. شفتو كيجيونا وحده هابطه على الاخرى باش كتبداو هابطين مع داك الراس المثلث. كنبقاو غاديين دائما ب4 ديال العقيقات، علاش قلت لكم البنات ديروا العقيق المزيان كيكون عنده نفس الحجم، ماشي بحال الا خديتو هذاك ديال العبار كتكون وحده كبيره وحده صغيره، وحده كتدخلك في البره وحده ما كتدخلش. هانتوما 4 يعني ديال العقيقات صافي، كنمشي على نفس المسافه ديال العقيق، وكنبدا هابطه هكا البنات. راه ساهله البنات، تمشي غير على حساب الرشمه اللي عندك كتبقاي غاده عليها. غادي نمشي هنايا نعاود تاني 4 ديال العقيقات، هانتوما غادي ندخل، وغادي نمشي للجهه الاخرى باش تشوفوا كيفاش كان. هانتوما غندخلو هنا حيت بديت من الراس المثلث، الا بغيتو الجهه الاخرى ثاني كتجيو كتهبطوا واحد شويه. هانتوما الجهه الاخرى غادي تهبطي شويه على هاد العقيقه الفوقانيه، واحد شويه عليها صافي، وكتخرجي البره وكديري ثاني 4 ديال العقيقات. بعد العقيقات باش تعرفي المسافه ديال العقيق شحال غتشد ليك، هانتي كدفعيها بحال هكا وكتدخلي البره في البلاصه فين جاوك جاتك اخر عقيقه بهذا الشكل. هذا شفتو كيجينا المثلث، غنجي حداها ثاني. انا البنات ما كنبقاش ندير حتى هكا صافي، ولفت كنخدم ديما العقيقه، كنعرف المسافه اللي غادي ياخذوا ليا 4 ديال العقيقات، حيت الا جيت نبقى كل مره ندير الخيط وغادي عاد باش نطلع غادي تاخذ ليا الوقت. هكا غير ملي كتكوني يلاه كتعلمي ملي كتبقاي ديرها، ما صافي كتبقاي ديري بحال هكا كتخرجي في البلاصه اللي غادي تدخلي فيها ثاني العقيق. نجيب ثاني 4 ديال العقيقات، غادي نهبط هكا ونعاود نخرج البره الفوق حدا حتى نفس حتى البلاصه اللي فين خرجت الاولى. نجيب ثاني 4 ديال العقيقات، راه ما كيشدش اليد البنات، واخا كيبان لكم بحال هكا انا غير حيت مع التصوير معلكشني، اما راه دغيا بالزربه كتخدمي ما كتاخذش ما كياخذش لك الوقت بزاف، خصوصا هاد الرشيمات هادو ساهلين هكا بحال المثلثات كتكون شويه سهله ما عامراش بزاف. صافي البنات هنا من بعد ما خدمت هكا واحد شويه، غادي نشوفوا الطريقه ديال باش كنديروا هذوك الزويقات اللي كيكونوا هنايا وسط هاد المثلثات. غادي ندخل البره، هانتوما كتخرجوها هنايا الوسط، وغادي ندير جوج ديال العقيقات،
غير جوج العقيقات هكا الوسط، وتخليو لهم المسافه ديالهم غير واحد شويه، ما تخليهمش مرخيين. بالنسبه للخطره فاش كيتسالي لكم كديروا واحد اخر كتعقدوه اللور وكتخدموا بواحد اخر عادي. وغادي ندير دابا غير عقيقه واحده، صافي نفس الشيء. غادي نمشي ثاني للجهه الاخرى، جوج ديال العقيقات، كتمشيو على المثلثات كاملين كديروا لهم هاد جوج عقيقات بحال هكا. غادي نعاود نوريكم الشكل النهائي في الاخر. وهنايا بالنسبه لفوق هاد الخياطه حتى هي كنديروا فيها العقيق. غادي نجي هنايا غادي تحسبوها البنات، انا غادي نوريكم بعدا الاولى وعاد باش غادي نبقى نحسب من بعد. غادي نخرج الابره، غادي ندير فيها ثلاثه ديال العقيقات، ثلاثه ديال العقيقات، وغادي تشوفوا حتى هما المسافه ديالهم. وغادي تجيبوها هكا الخيط يجي مايل، شفتوا يجي مايل هكا، وتدخلوا الابره تخرجها فوق من العقيقه الاولى. ونجيب ثاني ثلاثه ديال العقيقات، ونجي ثاني مايله هكا لتحت، ندخل الابره نخرجها ثاني فوق منها. الترشيمه راه كتجي زوينه، بقى غدا هكا غير ثلاثه ديال العقيقات. انا غنقول لكم شحال من مره درت، وكتجي غير في الاكتفاس. هاد الرشمه كتجي هكا غير من الكتف كتهبط حتى لعند اليد، كتجي زوينه وسهله ما كتاخذش الوقت بزاف. وغادي نمشي هكا، غادي ندير سبعه ديال المرات. دابا يلاه درت اربعه، نمشي ثاني هكا مايله، كندخل الابره كنخرجها فوق منها، حتى غادي نكملو سبعه ديال المرات. دابا درنا خمسه، ها هي سته، غنزيد وحده. وغتخلي واحد المسافه على قد هاد البلاصه اللي خدمنا فيها العقيق. نعاود ندخل هادي، غتخليو المسافه على قد هادي اللي دخلنا فيها العقيق. بحال مثلا قد هكا غتخليو قدها، وعاد تخرجوا ثاني هنايا وديروا العقيق. انا نوريكم في الجهه الاخرى، ها انتم كتخليو نفس المسافه كديروا ثاني العقيق، تخليو ثاني شويه عبروا بالسنتيمتر البنات باش يجيكم قد قد، ما تجيكمش بلاصه كبيره وبلاصه صغيره. وكتجي الرشمه ديالنا بهذا الشكل هذا، ها انتوما كتجي العبايه ديالنا بهذا الشكل، ها انتوما. ها هي الدوره العنق، من دوره العنق وهي هابطه الرشيمه حتى لعند الكم. الكم في واحد الفتحه هكا من الفوق، شفتوا. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتكونوا فهمتوا واستفدتوا معايا. ما تنساوش البنات اللايك، وما تنساوش تابوناو في القناه الا كنتوا اول مره كتشاهدوها. ما تنساوش كذلك تبارطاجيو مع البنات اللي مهتمات بالخياطه وبالطرز وبالتنباس. شكرا لكم بزاف، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.